انتقل وفي إطار متابعتنا للملف الاقتصادي، دكتور محمد معيط وزير المالية كان له تصريحات، في التصريحات دي أكد فيها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل مصر أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة في كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصري قدراً من المرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت في توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال في ظل بنية تشريعية متطورة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. وقال وزير المالية في لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن أمس، قال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار. الاستثمار، وخليني أتكلم على الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر. يعني دلوقتي دكتور محمد معيط في لندن، وكانت في سندات خزانة لسه بثلاثة مليار موجودة، وفي تصريح إنه إحنا دخل العالم داخل على حالة تضخم كبيرة جدا. يعني وكلنا عارفين ده. هل ممكن في ظل حالة التضخم وما يحدث الآن، والناس يعني خليني أقولها باللغة الدارجة بتعافر عشان ترجع، يعني هي في الدول كلها بتعافر إنها ترجع للحياة الطبيعية، هي مش بترجع بسهولة، يعني هل ممكن إنه المستثمر، ودايما المستثمر أو صاحب المال بيبقى جبان إنه يجي يستثمر؟ يعني احلى جمله او احلى كلمه حضرتك قلتيها في الاخر، انا كنت هقول قلق، حضرتك جبتي الصح بتاعها وقلت جبان. هو صحيح المستثمر الاجنبي دايما او اي واحد بيستثمر بره حدود بلاده تلاقيه قلق جدا ومتردد جدا، وهو برضو علشان نتفق هو بيعتمد على ثلاث عوامل رئيسيه. اول حاجه بيسال عليها الامن والاستقرار، تاني حاجه بيسال عليها القوانين المنظمه للبلد، وازاي ان انا هقدر ان انا اعمل لما يكون عندي مشاكل هتخرج ازاي، هعمل قوانين ازاي. الحاجه الثالثه والمهمه جدا 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 البنيه التحتيه والاساسات والخدمات. طيب الامن والاستقرار الحمد لله احنا دلوقتي بقينا بنتباهى قدام العالم نعم كله فضل من ربنا بالامن والاستقرار بتاعنا. وعايز اقول لحضرتك ان المسؤولين المصريين النهارده والوزراء في الحكومه المصريه لما بيسافروا بره مصر بيقولوها بمنتهى الفخر، يعني قولوا لنا اي خروقات امنيه موجوده عندنا مؤخرا، الحمد لله احنا بنحقق تقدم كبير جدا في الامن والامان المصري. رقم واحد. اثنين، قوانين الاستثمار على مدار خمس سنوات اللي فاتت من 2015 حتى اليوم طفره كبيره في قوانين الاستثمار المصري. مجلس النواب بيجتهد انه صحيح ومجلس الشيوخ طبعا صحيح. يعني لا عايز اقول لحضرتك خلينا نقول احقاقا للحق، مجلس النواب السابق في 2015، الحالي احنا لسه بقالنا سنه لكن السابق عمل طفره كبيره جدا في قوانين الاستثمار، عمل شكل مختلف، بقينا عندنا النهارده قوانين هيئه الاستثمار بقت بتشتغل بالشباك الواحد، عندنا المنطقه الاقتصاديه بقى ليها قوانينها الخاصه بيها اللي بتشجع الاستثمار، مصر محققه معدلات استثمار اجنبيه كبيره جدا في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. رقم ثلاثه بقى والاهم علشان ناس كتير ما كانتش مستوعبه اهميه ده ليه بنعمله واحنا في عز ازماتنا الاقتصاديه، هو البنيه التحتيه والخدمات. لما بنيجي نتكلم على البنيه التحتيه بنتكلم على الطاقه الكهربائيه، نتكلم على الطرق دي مهمه جدا، وسائل النقل المستثمر بيهتم جدا بوسائل النقل بتاعته، بنتكلم على الخدمات اللوجستيه، موانئ، شفت مينا اسكندريه هي دي الخدمات، هي دي الخدمات عظيمة اللوجستيه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا عندنا مينا اسكندريه وعندنا مينا بورسعيد وعندنا مينا كبير بيتعمل كمان دلوقتي في العالمين، والسخنه ومينا السخنه، الطفره في المطارات المصريه، وعندنا كتير المدن بقى والمدن الصناعيه. نعم. دي حاجه مهمه جدا. يعني النهارده لما جينا نتكلم على قناه السويس الجديده قعد يقول لك ازاي والبلد فيها ازمه اقتصاديه ويعمل قناه جديده، فكره ما كانتش في قناه جديده ولا حتى تفريعه جديده، فكره في المنطقه الصناعيه اللي موجوده هناك وهيئه التنميه الاقتصاديه اللي موجوده هناك دلوقتي اللي بنتكلم فيها ان احنا عندنا اكبر استثمار روسي خارج الاراضي الروسيه هيبقى موجود فيها، عندنا الاتحاد الاوروبي النهارده اسبانيا وبولندا بتعمل استثمارات فيها، الخليج العربي النهارده في دول كتير بتستثمر فيها والصين
الصين يعني هي يعتبر من أكبر المستثمرين هناك دلوقتي. بالعكس كمان الصين بتحاول إن هي علشان عندها بعد آخر يخص طريق الحزام الحرير والحزام الطريق، فهي شايفة إن هي هناك منطقة هتبقى بالنسبة لها كبيرة جدا. كل ده برضو مهم أوي إن احنا نتكلم في أهم حاجة إيه، البعد الإقليمي اللي أنت عايش فيه. أنت بتتكلم في إقليم مضطرب وأنت بتقول أنا بؤرة الأمن والأمان حاليا في هذا الإقليم. فالمستثمر الأجنبي النهاردة اللي عايز يبقى ليه تواجد، يعني هو ما بين أنه هو مهتم أنه هو يبقى ليه تواجد لأن ده ليه بعد دولي وليه بعد إقليمي مهم، وما بين أنه هو خايف وجبان، أنت بتوفر له كل عوامل الاستقرار والأمان والطمأنة لأن أنت بتستثمر. حي. طيب